لا 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 حبايبنا الكرام، شو هذا نزل من شوي حبايبنا؟ تيشيرتات بوتات باللوز حبايبنا، اتفرج معي كيف، شو هالجمال شو هالجمال يا شباب، يا سلام عليك يا سلام عليك حبايبنا. مثل ما انتم شايفين شاب نزل شوية تيشيرتات بدل يعني مثل يعني شوف شو بدي احكي خلص معلم. حبايبنا الكرام كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل سامع. احنا رجعنا لكم مقطع جديد اساطير جديد كمان اوكي. قبل ما نبدا المقطع حبايبنا الكرام لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، تنسونا اهم شيء معلم. ها ترى يا شباب شو هذا يعني شو يعني، خلاص انزل حط اللايك حط ضبط الوضع معلم اوكي. خلينا نتوا الشباب نشوف هذا الوضع معلم. مثل ما انتم شايفين شباب عندهم الواحد لون احمر الجيرسي معلم، يعني شكلهم بصراحه اشي بلوز معلم اوكي اساطير. حبايبنا خلينا ندخل يا شباب، نجرب ندخل على السريع يا شباب لانه معلم بدنا نشوف الوضع معلم، بدنا نشوف رح يطلع لنا اليوم حظنا ولا كيف شباب. شو ها شو ها، لا بلشنا معلم تعطونا ولا شيء من اولته من اولته معلم، لا هيك ما اتفقنا اقسم بالله يا شباب. يلا يلا ايوه يسعد دينك. شو طلع معلم؟ الشورت رقم نمبر 10 نمبر رقم 10 شو رقم 11 معلم حبيبي والله. اوكي اللي بعده هات نشوف، ما في لا يا زلمه طولي بالك معلم. يلا معلم ايوه شو هاد؟ يلا لك لا حول ولا قوه الا بالله يا زلمه. معلم انا خايف من شغله يا شباب اقسم بالله. هات نشوف 36 ويلي 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 يا اخي اخ حظ خايس يا اخي، ليش هيك معلم ما بيعطينا التيشيرت معلم بسرعه؟ اوكي شباب جبنا التيشيرت النمبر 7 معلم. ثواني بس شباب حابب ثواني شو ثواني شو حابب بس اشوف شكله كيف معلم هذا التيشيرت الجميل. تعال هون رقم 10 معلم، يا سلام عليك يا سلام. وينه هذا الثاني؟ وينه وينه؟ لو حطون وين راح؟ هذا هو ايتا مانو ايتا مانو حبايبنا. عن جد الصراحه سوني ما بتشوفوا شوفوا ركزوا معي معلم، عن جد اشي باللوز حبايبنا جميل جميل جدا. اوكي شباب هذا بالنسبه للون الاخضر تمام. خلينا نرجع شباب نشوف نكمل كمل الاوضاع شباب شوي شوي اوكي حبيبي والله. تعال هون اوكي طبعا شباب نحاول نحصل على الكل اوكي يا صديق. يلا روح تمام معلم، ترى هيك معلم الحظ بيض معلم اسوأ حظ معلم. شو هي؟ ايوه جيب نفسه نفسه طلع لي موجود ولا شلون؟ لا واحد ثاني شاف واحد ثاني، هذا رقم 11 اعطيني رقم 7 باللوس. يلا روح خلينا نشوف حظنا معلم، ايش الحظ البيض؟ يا اخي بربك يا زلمه. يلا بلو يلا التمانو هذا هو يا اخي. شو هذا؟ شو هذا يا اخي الله؟ شو هذا؟ ولك شو هذا؟ ولك تعال يا اخي بدنا خلاص ملينا من الشورتات معلم، بدنا نشوف ال ال التيشيرتات شباب. ركزوا لي هذا التيشيرت تفرج 18 11 13، هذا معلم رقم 10 هذا باللوز معلم. يلا روحوا شباب خلينا نكمل نشوف الاساطير حظنا بهالماكينه والله شايف الحظ بيض شباب. يلا يا جميل ايوه روح سلام. شو راح يطلع شو عطينا معلم هالمره؟ رقم 7 لا معلم رقم 7 كمان مره شباب ولا ولك ما يمشي الحال حبايبنا ما يمشي الحال هيك معلم. يلا يا جميل تعرفوا شباب حابب رسله اللعبه بشكل سريع اقسم بالله لانه حاسس معلم الوضع مو باللوز. ها شباب هيك نقدر ندخل نشوف الامور باللوز اللوز. يلا ادخل يا معلم هات لنشوف روح روح يا جميل. يا اخي شوفوا شباب يعني كل لازم نوصل اللك 100 عشان نحصل على واحد من السكين ولا كيف؟ شو رقم 10 كفو باللوز هذا حلو كثير شباب. يلا نكمل شباب نعمل هيك دونت تقول يا اخي شو هات لنشوف معلم ما يطلع لنا شيء. يلا شو يطلع لنا شيء تيشيرت ما بيطلع شباب يعني شباب مثل ما انتم شايفين ما بيطلع لازم على اللكي 100 معلم غير هيك الظاهر ما بيطلع. يلا معلم يلا يا جميل ايوه جيبه. شو يطلع لنا شباب شيء مرتب شو يطلع لنا هذا معلم روح هو رقم 11 جبنا رقم 11 لكن عندي اياه من قبل يا اخي شو الحظ معلم بربك. يلا رو 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 قول لي يا شباب مثل ما انتم شايفين يعني عن جد لازم للتوب اللي يكون اللكي 100 معلم غير هيك ما يمشي الحال. قول لي رقم 10 مره ثانيه يا اخي بدنا اعطونا شي تيشيرت يا زلمه شو هيك يا زلمه اقسم بالله شباب شي فظيع. يلا شباب اعطونا شي تيشيرت معلم بدنا شي تيشيرت معلم. يلا يا جميل يلا حبيبي
تمام. جرب شباب، جرب رندو بسبيل واحد لشوف. والله شباب ابدا، لازم علق 100 معلم. والله هاي الماكينه معلم راح تنشف لي ريقي من غير شوي مرضان. شباب يلا روح اضرب اضرب روح، يلا ليتس جو يا جميل. انت مانو شغله شي تيشرت، لا حول ولا قوه الا بالله. ايش في ايش في معلم؟ اعطونا شي تيشرت يا زلمه، ترى شبكه يعني ما يصير هيك حبيبي. والله ها 13 كفو، لك نفس الشيء طلع لي عندي قبل قبل. لا لا معلم لا، ابوس ايدك. لا لا معلم، يلا يا جميل يلا برودر روح. لا 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 لا. والله شباب حبيبي والله اقسم بالله. سوي بالك يلا جيب هو روح، هذا هو شغل شي تيشرت. نفس التيشرت يا اخي يا اخي، شو هذا يا اخي؟ والله شباب ما خشب خلاص، ما عاد فيت يا شباب. كان معنا كان معي كان معي يا اخي حركنا 18000 جوهر يا شباب، اقسم بالله شيء مو طبيعي. يلا شباب بدنا شيء تيشرت احمر معلم، بدنا ما بدي اياهم كل يوم، خي ما بدي اياهم كل يوم، ما بدي اياهم كل المعلم، بدنا شيء خفيف نظيف سريع. نفس الشورت نفس الشورت، شو هاد؟ شو هاد شباب؟ ترى والله مش لا 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 هيك معلم. انا 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 منحوس، انا منحوس حبايبنا، انا منحوس انا منحوس. واخيرا يا زلمه واخيرا واخيرا طلع لي شي تيشرت ابيض يا زلمه، هيك يعني تشكلس الامر حلو. طيب انا شوف شو صار عندنا شباب، عندنا هون هذا كمان رقم 7 حلو مرتب، وهذا اللون الاحمر شباب مرتب. بدنا نحاول بدنا نحاول شباب انه نجيب هذا واحد لون احمر معنا مو بس. يلا بسم الله نشوف الاوضاع شباب، حاب اجي نجرب لكم اياه نفرجيكم اياهم شباب. ما يصير روح. ايوه يا جميل العب العب. ايوه شورت يا زلمي يا زلمي، شو هذا؟ يلا روح معنا نشوف حبايبنا، ليتس جو. عالقليل يا شباب نجرب لكم ثلاثة من هول ثلاثة من هول معلم، نفرجيكم حبايبنا، ليتس جو ليتس جو معلم. يلا ايوه يا اخي شو هاد؟ يلا بليز بليز بليز، بدي شورت احمر، ابوس ايدك. نفس الشورت الاخضر يا اخي، اقسم بالله شباب شيء غريب عجيب. طول بالك يا اخي يا شباب، والله شيء مو طبيعي يا اخي. نضرب شوي جولد معلم، يطلع لنا من الجولد، روح يمين يسار يمكن يطلع لي معلم الجيرسي. روح بيض روح بيض، يلا بيض يلا بليز معلم يا اخي، اعطونا شيء حلو. هاي كان لك 50 معلم، نفس الشيء نفس الشيء يا اخي. والله حرام عليك يا اخي، ليش هيك عم تعملوا فيني شباب؟ يلا يا معلم بليز يا ماكينه، بليز ماكينه ماكينه بليز ماكينه بليز روح. ايوه ابلع هوي، والله ما طلعتنا شباب، تعرفوا شو؟ يلا هذا هو، يلا شباب يلا هيه ان شاء الله يطلع لنا يا اخي. بدنا هاد بدنا هاد لون واحد لون احمر معلم، ما ضروري اهم شيء لون احمر معلم بليز معلم. روح ان شاء الله هو هذا هو حلو كفو، هذا هو الشباب جبنا اللون الاحمر يا ساتر حلو تمام تمام. اوكي شباب خلص لهون بس شباب، لهون بس شباب هيك صار معي. ولكن في شيء مو طبيعي شباب هون معلم، في شيء مو طبيعي شباب هون. الحذاء هذا معلم مو باللوز تمام، لازم نحط له شيء، نحط شيء حذاء شباب يكون مرتب معلم يلبق لهذا لهذا لهذا. اعطونا بالتعليقات شباب شو برايكم افضل حذاء، يعني هيك مثلا ولا شو؟ تعالوا ننزل تحت نشوف شو حذاء يكون مرتب معلم. لازم حذاء يكون فوتبول شيء باللوز معلم، والله شباب ما عارف شو هذا هو، هذا مرتب هذا حلو شباب. اكتبوا لكم بالتعليقات اول شوف حذاء الفاير باس تاعي، بس هذا ماشي ماشي معلم. اوكي طبعا شباب بالنسبه للشورتات اعتقد جبت كل الشورتات باللوز. اوكي هنيجي لهون عندنا هذا شباب، حصلنا على هذا، وين التاني جبناه معلم؟ وين اللون الاحمر؟ وينه؟ وين اللون الاحمر شباب؟ اقسم بالله وينه معلم حبيبي؟ والله بليز وين راح؟ ليكون طالع لفوق هذا ولا شلون؟ وين اللون الاحمر؟ هي وين موجود هون؟ وين راح اللون الاحمر؟ حبيبي هذا هذا وين؟ يا اخي طلع جنبه. اوكي شوف هذا عندنا رقم 13 تو شباب، لازم نظبط اللبس شوي شوي. اوكي هذا رقم رقم 7، لازم رقم 7 معلم، 7 على 7 الصراحة صاير لا لازم ندخل شوفوا باللعب معلم، ندخل نجرب معلم، ما يصير هيك شباب، ندخل نجرب يا ستير، ما يصير لازم ندخل نجرب لكم شباب نفرجيكم حبايبنا. بس شباب حركت تقريبا كان معي 40000 جوارة، 40000 جوارة شباب، وال حبيبي والله والله شايف الماكينة شباب تنشف الريق اقسم بالله. بس الصراحة يا شباب الصراحة كشكل
عن جد يعني اشي باللوز اشي باللوز اللوز. انا شو معلم يا اخي بدنا اعطينا سلاح اعطينا اشتري شي سلاح يا زلمه، ما تخلوني اشتري سلاح يعني مشلو. اوكي هذا ندخل نشوف شكله باللعب كيف هذا المعلم. ليتس جو حبيبي والله. السلام معلم روسيت. والله الشباب صراحه يعني شباب تيشرتات البوتات اشي باللوز. خلينا نشوف معلم شوف كيف شكله باللعب. باللوز باللوز معلم. حبيب والله هلا بالشباب هلا بالجيم هلا بالجيم. شو رايك معلم عجبك؟ تمام توافق رقم 7 تمام خلاص معلم عجبه حبيب والله. خلينا نشوف الثاني شباب نشوف الثاني شباب ليتس جو. اوكي خلينا ندخل حبيبنا لهون معلم. خلينا نفرجيكم اللي بعده تمام. نجي لهون هذا اللون الابيض. اللون الابيض كمان ماشي بشي شباب حلو. خلينا نحط الشورت تبعه تمام. يا سلام طلع فرج كيف فخم مع الحذاء الاحمر شباب. يا سلام عليك. اوكي يلا روح نخش شباب نشوف هذا من القرب كمان حتى يا ويل لسه شباب. ركز 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 معي ركز ركزوا لي شباب ركزوا لي حبايبنا الله يسعدكم. ركزوا لي على حقيبه الفاير باس الثالث كيف طالع عليها معلم. ركزوا لي على حقيبه الفاير باس الثالث شباب كيف طالع معلم. طالع ابدا شباب. هذا التكين خلاص معلم هذا خلاص هذا باللوز باللوز اللوز معلم. اوكي خلينا نطلع نشوف الثاني شباب. ما راح ندخل يعني بالتدريب نفس الشيء نطلب نفرجيكم اياه هيك على السريع. اوكي يلا هذا اللون الاحمر شباب ماشي بوش طالع تمام. اوكي هذا نجرب الاخير شباب. طبعا شباب حبيت يعني نجرب الباقي بس ولكن للاسف شديد شباب لم تزبط معنا. خلاص معلم كفي خلاص كافي معلم. هذا رقم 11 على 11 باللوز. حط رقم 10 كمان ماشي بوشي شباب. حابين اجيب رقم 10 بس ولكن ما مشي الحال شباب. يلا بنشوف ان شاء الله المره الجاي. طبعا هالماكينه شباب موجوده لكم يوم. اوه 16 باللوز. اوكي هات اشوف رقم 11 شباب. يعني والله شباب الحقيبه الفال الساكورا صدقوني هاللبس الشباب يعني تقييم كل اللبس الشباب تقييم كل اللبس الشباب تقييم كل اللبس حبايبنا. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم هالماكينه الجديده شباب التيشيرتات البوتات الجديده. اوكي هذا رقم 11 شباب مثل ما انتم شايفين. الصراحه شيء حلو مرتب شيء باللوز. يا سلام حلو كثير معلم حلو كثير كثير. هذا شوف الحقيبه الفاير باس كيف تطلع عليه معلم. هيبه هيبه يا حبايبنا الله يسعدكم يا رب. سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا اساطير تمام. الصراحه يعني الصراحه شباب صراحه انا باين من حظي زباله حشاكم شباب باين محصل زباله شباب. اوكي ما بعرف يا اخي خليها ترى لنا شوي مرضان شباب ما بعرف كيف بس ولكن شباب الباقيه كمان ماشي شيء حلوين. اوكي 18 حبينا نجرب حظنا ان شاء الله بعدين نشوف شو بصير معنا شباب. نجرب حظنا على هذا شباب على اللايف لما يكون على اللايف نضرب عليهم. اوكي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. عندنا هذا رقم 18 كمان ماشي شيء شباب كله باللوز باللوز حلو باللوز. سو ليديز اند جنتلمان حابين اكرم الله يسعدكم يا رب. شكرا لوجودكم معنا ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع يا اساطير. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم. اوكي حبايبنا بشوفكم على خير. سلام عليكم.